ترانسبور هو الاول، هو الميزان عندنا حنا هو الترانسبور. الا ما كان ترانسبور ما عندناش شي حاجه. بالترانسبور الا ما كانش كاين كل شيء. تجي الصباح هنا وتشوف الناس، تشوف الناس الا 10 الى 9 هما تيقلبوا تيجوا الجدار معاد يهزوا الناس في الكران، يخشوا الناس شي يخشوا في يصيفطوا الطوبيس يجي خاوي من ليه شي كيهزوا شي عندهم الغرض وما يعرف الناس ديال الرباط يهزهم، ومن السلايله تجي كل شيء تيبقى. علاش كيعاودوا يهرسوا الدريات الطوبيس؟ علاش ما يكون لينا قانون؟ ما يتهرس الطوبيس واللي تهرس غادي خصهم يشدوا. والفان حنا 2018 وحنا مازلنا حنتركبوا على الحمير وباقي على الكرارس، وشي تيقتل شي، شي تطيح المراه من الكروسه، شكون اللي سول فيها، شكون اللي قلبها، انا شكون اللي غادي يقلبنا هنا؟ دابا تيوصلونا الجدارم الا وصلنا حدنا والكارثه كاينه. هذه كاين فيها مشاكل. من تجي من تجي بعمك وتدور غاتشارجي تيقول لك لا سير حيد من هنا. علاش بنادم فين غيمشي؟ ترونسبور ما كاينش تقريبا، من كاين ترونسبور الى حتى الناس حتى في معذبين بزاف. سيكتور 32 حتى هو معذب فيه بزاف الناس، كاين اللي ساكن تما كاين وباقي مدخل على الضوء ولا الماء. هذا السي الطيبي هذا شنقول لك، هو الناس ولاو فيه كشار بزاف، الناس تخدم في الرباط تخدم في قنيطرة. يا ترونسبور جامي واش كاين هنا؟ كاين كاين، ماشي ما كاينش، هو راه كاين ولكن قليل، الناس ولاو كشار هنا. يعني راه ترونسبور خاص ترونسبور يزيدوا لنا في الحافلات ويزيدوا حتى في الطاكسيات الا كاينين، وباش الناس الصباح راه كيتكرفصوا كيتكرفصوا بالمعقول، ماشي زعما كيتكرفصوا للدرجه. وحتى هاد الناس اللي عندهم هاد الحافلات هادو اش كيديروا لك؟ كيوقفوا ليه تيشوفوا الناس كثار بزاف ما تيبغيوش يجيو للبلاكه، كيخليوهم تما حتى كيتزادوا عباد الله عاوتاني كثروا بزاف وبزاف وبزاف. ملي كيتزادوا هنا اش كيولي بنادم؟ كيجي طوبيس واحد كنوليو مقجين بحال الدجاج، فهمتي؟ ما كيولي بنادم بحال الدجاج ها مكركب، يعني ما بلاد ما تلعب. المشكل عندنا مشكل ديال النقل هنايا، جي الصباح ما تلقاش مركوب مره، بنادم غادي خدام مع السبعه ولا الثمانيه ما يوصل حتى العشره ولا التسعه، يقدر يرجع لدارو ما يمشيش يخدم. في العشيه عاوتاني من يجي يروح لدارو ما كاينش طاكسي، يقول لك 10 دراهم من قنيطره للسي طيبي، يزيد يخليك واقف غادي يسلم خالص 10 دراهم تبقى تما. هذا هو خاصنا الشركه تجي، الشركه الجديده الطوبيسات ما خدامش. معذبين بلا قياس حنايا، تجي في الصباح وتشوف الناس كيفاش كيمشيو للرباط وكيفاش كيمشيو للسله للقنيطره، راه ما عندنا لا مركوب لا والو. الطوبيس كيجي ساعتين وهو واقف عاد يتحرك. علاش هذاك الشيء كيديروا لنا حنا؟ السي الطيبي راه ما عمرو غيتنظم عندنا هنايا، ما كاينش اللي واقف معانا. راه جماعه ما كاين الا جماعه لا مولاي بوير. بالنسبه للترونسبور في مدينه سيدي الطيبي يعني واحد الحاله مزريه بزاف كاع. كاين الناس عرفتي شناهو الناس يعني عندهم يعني تيمشيو حيت ما كاينش يعني شي مكان هنا فين يخدموا الناس، تيمشيو تيضطروا تيمشيو حتى الرباط ولا يمشيو حتى القنيطره باش يخدموا. وفي الصباح على تشوف واحد الحاله في الصباح يعني الناس تبقاو يعني تيكون داخل مع الثمانيه ولا شي حاجه هذا ما تيوصل حتى 12 ولا هذا. واحد الحاله تشوف مزريه. ولهذا يعني الناس مسؤولين ما والو ما كاين حتى شي حاجه، حتى ميساج ما وصل بالنسبه لهم. دابا هما تيوصلوا ما كاين حتى شي حاجه. ودابا مدينه الرباط باش بعيده من سي الطيبي يعني ب 10 كيلومتر 13 كيلومتر. وباقا هاد المدينه باقا كامله عشوائيه، يعني تشوف واحد الحالات راه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.